مرحبا بكم في العرض التوضيحي للإدارة المتقدمة للإيرادات لنتسويت. تتيح لنا ميزات الإيرادات هذه إدارة مخصصات الإيرادات المعقدة، وكذلك الاحتفاظ بجداول تسعير منفصلة للقيمة العادلة، كل ذلك دون تكرار أو تعديل وحدات SKU الحالية للمنتجات. سأبدأ من دور مدير الإيرادات. لنفترض أن شركتنا باعت نفس المنتجين لعميلين مختلفين. باعت إيما ريتشارد أمر المبيعات رقم 425 لشركة ويست كوست آي أو. أرى أنها باعت ساس لايسنس بخصم 15% وبروفيشنال سيرفيسز وبإجمالي 28400. باع ويل كلارك لشركة إيست كوست آي أو أمر المبيعات رقم 426 منتجات مماثلة بإجمالي 28400 أيضا. تبدأ أتمتة كل من إقرار الفواتير والإيرادات على مستوى المنتج. دعنا نلقي نظرة. فكر في منتج مثل SKU المنتج. في سجل الصنف نفسه يمكننا إملاءه، سبسيدرز التي يمكنها بيع هذا المنتج، وريفنيو ريكوجنيشن رولز لكل من التوقعات والخطط الفعلية، وريفنيو ألوكيشن جروبس وبيلينج سكيدجولز، وحتى العملات التي يمكننا إنشاء هذا المنتج أو التعرف على الإيرادات منها. يؤدي ضبط هذه الإعدادات الافتراضية على مستوى المنتج إلى التخلص من تكرار وحدات SKU لاستيعاب كل هذه السمات. في أمر المبيعات 425 يمكنني رؤية أنه تم إنشاء ريفنيو أرينجمنت تلقائيا بواسطة نتسويت. هذا سجل منفصل في نتسويت لإدارة كيفية التعرف على الإيرادات وهو مستقل عن الفوترة. يمكنني رؤية كيف قام نتسويت بتخصيص الإيرادات تلقائيا. بعد التخصيص سيكون لكل من هذه الأصناف Revenue Recognition Rules خاصة بها. في هذه الحالة Exact Days لـ SaaS License و Upon Fulfillment لـ Professional Services. في هذه الحالة تم استخدام تخصيص القيمة العادلة النسبية بناء على قائمة الأسعار. يمكننا أن نرى أيضاً أن نتسويت يدير تكاليف إرجاء العقد لتاريخ مستقبلي. يتم إنشاء Deferred Cost Journal Entry تلقائياً من Revenue Arrangement. وبالنظر إلى Sales Order 426 ومتابعة Revenue Arrangement، يمكنني رؤية أنه قد تم Revenue Allocation مختلف. في هذه الحالة، تم تخصيص المزيد من الدولارات لساس لايسنس، على الرغم من بيع نفس المنتجات بنفس الأسعار. يحمل نتسويت نفقات العقد المصاحبة أيضاً ويخصصها بشكل مختلف. يستخدم نتسويت جدولاً منفصلاً للقيمة العادلة لإدارة أسعار البيع المستقلة والقيم العادلة. دعنا نلقي نظرة. ركزنا على نفس المنتجين اللذين تم بيعهما لعميلين. يمكنني هنا ملاحظة أن إيست كوست آي أو وويست كوست آي أو لها فير فاليوز مختلفة لنفس المنتجات. يمكننا تحديد أسعار فير فاليو للكاستمر أو سبسيدري أو كلاس أو لوكيشن أو البعد المخصص أو أي مزيج منها. يمكن أيضاً حساب سعر Fair Value في NetSuite ديناميكياً بناءً على سعر بيع العقد بالكامل. ومن الأمثلة على ذلك Professional Services المحسوبة على أساس نسبة مئوية من قيمة العقد بالكامل. يمكن أن يكون للFair Values تواريخ فعالة تجعل إدارتها على أساس ربع سنوي أو سنوي أسهل بكثير. بمجرد اكتمال الإعداد الأولي ليست هناك حاجة لأي مجازفة بالتدخل اليدوي عندما يتعلق الأمر بتقدير الإيرادات. يمكننا ضبط تذكيرات في نتسويت لتحديث أسعار البيع المستقلة وتعديل العقود لعملاء مختلفين أو شركات فرعية مختلفة أو عوامل أخرى. وبالعودة إلى الخلف والنظر في تقرير Revenue Recognition Forecast، يمكننا أن نرى بشكل شامل كيف يتم التعرف على الإيرادات حتى الآن وكذلك على مدار فترة العقد. مرة أخرى يمكنني رؤية إيست كوست آي أو وويست كوست آي أو لقيم العقود المماثلة الخاصة بهما ولكن بقيم مختلفة للإيرادات على مدار فترة العقد. تتضمن Revenue Management المتقدمة أيضاً القدرة المنهجية على دمج الترتيبات وتعديل الترتيبات الحالية ومعالجة الإيرادات التي تم التعرف بها ولم يتم إصدار فواتير بها بعد كحسابات مستحقة القبض لم تصدر لها فواتير. شكراً لمشاهدة هذا العرض التوضيحي. إذا كان لديك أي أسئلة يرجى التواصل مع أزدان شريك أوراكل نتسويت بالشرق الأوسط.